أهلا بكم. تسلح المغرب وتجديد عتاده العسكري كان محور نقاش لوزيرة الدفاع الإسبانية مع وكالة أوروبا بريس، وعلى الرغم من أن الوزيرة الإسبانية اعتبرت أن الاستراتيجية العسكرية للمملكة شأن داخلي، إلا أنها لم يفوتها التذكير بأن بلادها عضو في كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس في ردها على سؤال حول إذا ما كانت بلادها ستقوم بتعديل استراتيجيتها فيما يتعلق بتغري سبت وملي المحتلتين بعد صفقات التسلح التي يجريها المغرب، قالت إن الأمر يتعلق بشأن داخلي للمغرب. وعلى الرغم من أن روبليس تحدثت عن كون المغرب بلدا يستحق أقصى درجات الاحترام، إلا أنها ذكرت بأن إسبانيا ليست معزولة بل تحظى بدعم دولي، وسياساتها الدفاعية مشفرة في الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. كما قالت أيضا إن سياسة الدفاع الإسبانية تدخل في نطاق الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كما تلتقي بعثات مع القبعات الزرق والأمم المتحدة، بينما المغرب لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى الناتو. واعتبرت الوزيرة سبتة ومليلية مثل أي مدينة إسبانية، ولم تفصح عن أي نية تتعلق بتغيير استراتيجية بلادها تجاه التغرين المتواجدين شمال المغرب، وذكرت بأن إسبانيا ستستقبل القمة المقبلة للناتو، وأنها إشارة إلى الدور الذي لعبته إسبانيا داخل الحلف طيلة 40 سنة. وتأتي تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية بعد تقرير للوكالة الأوروبية نشر أخيرا، وذكر أن المغرب يتفاوض مع تركيا لشراء 22 طائرة هليكوبتر هجومية بقيمة 1.3 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 طائرة بدون طيار تركية لرصد حدود سبتة ومليليا. وذكرت أوروبا بريس بتقرير المغرب ومضيق جبل الطارق والتهديد العسكري بشأن إسبانيا والصادر من معهد السلامة والثقافة، ويرصد برنامج التسلح الطموح الذي ينفذه المغرب في السنوات الأخيرة، والذي يشتمل اقتناء مواد عسكرية عن طريق صفقات ذات قيمة مالية مهمة. تجدر الإشارة إلى أن تقرير معهد الأمن والثقافة الإسباني كان قد خلص إلى أن المغرب قد خطط لإعادة التسلح إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتمثل تحديا لوحدة الأراضي الإسبانية وللمصالح الاقتصادية الأوروبية. المشاهد تيف، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.